وبخصوص هذا الموضوع حتى نتحدث أكثر ويانا يعني بالاستوديو الدكتورة موج قصي، هي طبعا لكن أيضا مختصة بتربية ورعاية الأطفال من الناحية النفسية والجسدية، والحاصلة على شهادتين من منظمة Save the Children. سوري الاسم أنا ما قلتها صحيح، صراحة تصلح لنا الاسم. للحديث أكثر أكيد عن هالموضوع حتى نستفسر ونسألها أكثر بخصوص هذا الموضوع، إيش قد هو مهم وحساس. نقول هي يسعد صباحك. صباح الخير حياتي. نورتينا من قلبي. بداية أنا حابة أعرف يعني ليش صار بوقتنا الحالي الأطفال لازم يكون عندهم هاتف ذكي، أو شنو السبب الأساسي وراء إنه كل الأطفال يمتلكون هواتف؟ شوفي بصراحة هسا إحنا مثلا عندنا، أنا أسكن برا بأوروبا، هسا مثلا إحنا بأوروبا عندنا يعني الأطفال اللي تحت سن المدرسة هذولا ما عندهم موبايل خاص بهم، لكن بسن المدرسة الهاتف الذكي راح يكون يعني لازم يكون موجود بحياتهم. ليش؟ لأنه مثلا جدول المدرسة، الواجبات، أو حتى يعني الدروس ممكن تنزل على الموبايل. نعم. فيعني يحتاجوا أنه بصورة يومية. ولكن هسه حاليا يعني حتى هنا هسه بالعراق وبهاي كل الأطفال صار عندهم ألعاب ترفيه، فيديوهات يوتيوب 24 ساعة بدون ما أحد يقول له لا كافي لهنا وبس ساعة ساعتين. يعني ماكو ما صارت. المسؤولية شوية موجودة عند الأهل، لكن الأطفال بعض الأحيان ما يسمعون الكلام. يعني إحنا بعالمنا العربي أو بالعراق عندنا كل الأطفال اللي أعمارهم صغيرة حتى السنة والسنتين هو عنده تليفون الخاص وعنده السوشيال ميديا همينه، مو فقط إذا بقت على التليفون وعلى أنه الألعاب ممكن الموضوع سهل، بس السوشيال ميديا اللي هي كل شيء متوفر وكل شيء يقدر يشوف، اللي بعمره واللي أكبر من عمره همين راح يقدر يتفرج على أشياء اللي ما تخصه. صحيح 100%. وهذا طبعا يرجع إلى يعني غياب الأهل وعدم تحمل المسؤولية، وأنه إحنا دائما يعني ننصح ونقول أنه لا، لازم يكون أكو مراقبة، لازم يكون أنه أكو حد، أنه أنا أجي أقول لابني حبيبي أنت اليوم حدك ساعة ساعتين باليوم الموبايل، خلص انتهى من البداية، من أول ما أنطي الموبايل أو أنطي الهاتف الذكي أنا لازم أشرط عليه أنه أنت حدك ساعة إلى ساعتين باليوم. أكو هواية دراسات طبعا يعني دراسات علمية، انه مو انه مجرد كلام او انه احد يقترح، دراسات علميه تاكد انه الاطفال اللي اقل من سنتين المفروض الموبايل ممنوع منعا باتا لهم، وحتى اللي اقل من 6 سنوات همينه ممكن اني اذا اريد يعني مثلا ساعه حد اقصى، ولكن اللي فوق 6 سنوات الى حد 15 سنه ممكن الى حد 16 سنه احنا الدراسات تقول ممكن ساعتين باليوم مو اكثر. طيب شنو العمر المناسب انه احنا نشتري له تليفون خاص برايك انت؟ برايي اني انه اني امشي ويا الدراسات صراحه، من عمر 11 سنه 12 سنه اوكي اني ويا انه الطفل يمتلك جهاز خاص بي، لكن مع وجود المراقبه، لانه انا برايي انه هذا العمر هو اخطر عمر، هاي مرحله مثل ما نقول المراهقه. صح، بعض الاهل يقول لك اني ملتهي بحياتي وملتهي مو بحياتي، ملتهي انه اني اوفر لهم حياه كريمه، مثلا الاب يشتغل الام تكون عامله ايضا، فالاطفال يكون وحدهم هذا وقت الفراغ، مجبرين الاهل انه يعطوهم التليفون. صحيح، بس همينا حتى لو أنا أشتغل زوجي يشتغل أو يعني العائلة كلها أنه مشغولة، أكو أطفال بالبيت أنت يعني أنت مسؤول عليهم، لازم أنه أنت تكون قد يعني، أما أنت تخلف وتربي وتطلع يعني أوكي يعني أطفال سليمين نفسيا وجسديا بصورة كاملة، يا أما أنه روح يعني يشتغل. طيب احنا اليوم يعني الاطفال اوكي احنا حددنا التليفون وحددنا ساعات يعني انه يلزم التليفون بها، لكن ايضا نشوف بالفتره الاخيره انتشرت سالفه التحديات اللي تصير على التيك توك خصوصا. انا اكثر موضوع يستفزني هو موضوع التيك توك، لانه هو التطبيق الوحيد اللي بكل الاشياء السيئه، وهو التطبيق الوحيد اللي بمتناول الجميع، هو التطبيق الوحيد اللي الأطفال صاروا مدمنين عليه. صحيح. يعني التحديات الخطيرة اللي تصير والمواضيع اللي غير أخلاقية ومو بعمر الطفل. صحيح. هو الطفل يتفرج عليها. صحيح. أنا عندي بنت أختي اللي صغيرة بالبيت، من أخذ التليفون من عندها تبكي يعني ما. صحيح. تسكت أبدا، فإحنا نكون مجبرين رجع هذا التليفون. صحيح. وهذا أكبر غلط، لأنه الطفل هو يخوف أهله بالبكي. صح. فأني إذا ابني يبكي لأنه والله يريد شغلة وأنا مثلا أنطيها، خلاص ها هي أخذها يعني للأبد، انه ها هي يعني انا ابكي انت تطيني. يعني شنو الطريقه المناسبه ان احنا نتعامل ويا اطفالنا بها حتى نحاول نخليهم يبعدون شويه عن التليفون وعن السوشيال ميديا وهاي الامور بارادتهم؟ مثل ما قلت لك، اول شيء احنا لازم
يعني أنا قبل لا أجي أنطي تلفوني لبنتي أشرط عليها حبيبتي ماما اليوم ساعتين عندك. باكر ممكن إذا سويتي كذا وكذا ممكن أزيدك الوقت. لازم نعلم أطفالنا إنه إحنا مثل ما هم لهم حقوق لهم واجبات همينة بالبيت. يعني أنا لازم أنطي له واجبات يسويها بالبيت، يعني مو بس واجبات مدرسية، إنه مثلاً يقوم يساعدني اليوم مثلاً شوية يغسل مواعون. زين هذا الشيء ما يقلل من عنده صدقيني، بالعكس هذا الشيء يعلمه إنه شلون يعتمد على نفسه. وكل أطفال يفرحون إنه هو يساعدك بالبيت، صحيح. إنه هو ينجز عمل معين. صحيح. إحنا هسه أنا مثل ما قلت أنا أسكن دولة أوروبية، بدولتنا إحنا عندنا قانون اسمه the children learning by playing، يعني الأطفال يتعلمون خلال اللعب. زين إذا أنا أفكر هاي أول شيء إنه أنا 24 ساعة ابني بإيد التلفون شلون حيتعلم؟ صح. حتى المدرسة ترى المدرسة راح تخليه يتعلم يقرأ ويكتب، بس ما راح تخليه باوع على الدنيا، ما راح تخليه يفتح عينه ويتعلم إنه هذا خطر هذا صح هذا غلط. لازم إنه الطفل يكون عنده ألعاب يلعب يختلط ويا أطفال ثانية، إنه ما يصير إنه 24 ساعة على التلفون، هذا الشيء دمار. هو ما يصير، لكن الدراسات أيضا تختلف دكتورة من شخص إلى آخر. إحنا قبل يومين طلعت دراسة همينة إنه يعني الهاتف يقوي الذكاء أو ينمي ذكاء الطفل ومهاراته، هاي الدراسة. فالأهل هنا يضيعون ما بين هاي الدراسة اللي تقول الهواتف تقوي أو تهذب الطفل أكثر، وما بين الدراسة اللي تقول الهواتف الذكية. صحيح. والاستخدام الروتيني للهواتف هو مضر. صحيح. بصحة الطفل وعقل الطفل. صحيح. أنا شفت الدراستين، الدراسة هاي طلعت جديدة إنه نعم مفيدة. صحيح الهواتف الذكية اليوتيوب هاي حاليا بها إفادة، اللي هي مثلا إنه أنا طفلي راح يباوع على فد كارتون يحكي باللغة الإنجليزية. نعم. فبالتالي ابني راح يقوي اللغة الإنجليزية مالته، راح مثلا راح يتعلم إنه شلون يغني، راح يتعلم ممكن عن طريق الكارتون اللي هو يشوفه إنه يأكل أو شلون يأكل أو شو يسوي أو شلون يتصرف. أوكي أنا ويا هاي، بس المخاطر وين؟ المخاطر ما تكمن انه انا ابني يشوف يستخدم الهاتف انه ساعة ساعتين ثلاثة، المشكلة انه بال 24 ساعة. صح. انه حتى هو نايم هو قاعد هيك يباوع. لا هو اطفال ما ينامون اذا ما يلزم التليفون، وينام والتليفون يبقى مشتغل الا اهله ياخذون التليفون من يمه. واكو همين شغلة انا اشوفها عند الاطفال، حتى اذا هو ما يستخدم التليفون، يعني هو يستخدمه بهاي الساعات كلها، بس اذا هو بهاي الساعة ما يحتاج يستخدمه ما يريد يستخدمه ما يتركه من ايده. صحيح. تليفون يبقى يعني تحسين مثل ما. صحيح. هو مأمن على نفسه، هو لازم التليفون او حاضن التليفون هو يعني. هذا تعلق. وهنا احنا هنا واقعين يعني بخطر، لانه هذا كل اشياء لها اثار سلبيه مستقبلا، يعني صحيه ونفسيه وحتى اجتماعيه. يعني اليوم احنا شنو الاشياء اللي لازم نراعيها قبل ما نشتري تليفون لابنائنا؟ اول شيء اشوف انه هل ابني او بنتي بالوعي الاجتماعي الكافي انه اني اسلمه تليفون بايدي. هل اني اذا اسلم ابني تليفون، طبعا انا احكي على اعمار اللي 10 سنوات وفوق، انا بدي احكي على الاقل، انا ضد هاي انه الطفل اقل من 10 سنوات عنده تليفون برايي طبعا. ف فوق ال 10 سنوات اني افكر هل ابني انه انا اذا راح اروح اشتري له تليفون هسه ما راح يسوي شيء، ما راح يفوت على مواقع يعني مو زينه او على ينزل تطبيقات مو زينه، هل انه انا راح اقدر اراقبه، راح اعرف هو على شنو يدخل او على شنو ما يدخل. إذا كان ابني مو بالوعي الاجتماعي الكافي إنه ما يعرض نفسه بالمخاطر أثناء امتلاك هاتف ذكي، بهاي الحالة أنا ما أشتري له هاتف ذكي. نعم. أشتري له هاتف عادي ممكن يقضي أمره بي إنه يخابرني بالمدرسة. صح. من يطلع أو شيء إنه إذا تعرض الشيء، وإذا أريد يستخدم هاتف ذكي يستخدمه قدامي، يعني أنا موجودة. طبعاً إحنا شفنا آراء الناس كانت مختلفة، لكن حابة أعرف رأيك أنت باللي سمعناه بين مؤيد وبين معارض لأنه الطفل يمتلك هاتف. لكن آخر متحدثة كانت تقول أنه ابني عمره 22 سنة ومدمن على الهاتف، أنت قلتي هذا مو لا طفل. هو مو طفل أول شيء. ثاني شيء يعني صراحة هسه كليتنا يعني كليتنا إحنا ويا هواتفنا يعني 24 ساعة، بس أكيد لازم واحد يفصل يعني. نعم. يعني لازم يحط أوقات أنه يدرس بيها التليفون بعيد، يطلع مع أصدقائه يقعد ويا أهله شوية،
يعني لازم يكون اكو اوقات يفصل بيها، لازم يعني واحد يتحكم بنفسه. صح اكيد يفصل بيها، بس يعني هي يعني صدق حياتنا صارت على التليفونات، يعني احنا اصدقائنا، شغلنا، معارفنا، كل التزاماتنا هي نحلها على التليفون. صحيح. فاحنا ما نقدر نتخلى عليه، ممكن اكو مشاوير ما نروح لها، نحلها عن طريق التليفون. صحيح. فالموضوع اسهل. صحيح. لكن بالنسبه للاطفال الموضوع خطر. ذكرت همينة انه من يقعدون ياكلون التليفون لازم يكون مفتوح ويشوف الفيديو نفسه ويشوف الشخص اللي هو خلاه يدمن على التليفون. يعني اكو هواي اطفال يعني مدمنين على يوتيوبرز يتابعوهم. صحيح. يعني بطريقه مو معقولة انه فلان يوتيوبرز اشترى هاي الشغلة، انا هم اريد اشتريها، سوى فلان تحدي ضرب نفسه. يعني هاي التحديات انا اشوفها يمي بالبيت، فابقى لا بي امنع لا بي اقول انه غلط هذا الشيء. ما بدنا حيلة، نحتاج توعية، يمكن نحتاج مسؤولية. صحيح. اكثر هي المشكلة بالتوعية. يعني هي المشكلة انه انا هسه العالم حتى الكبار قاموا ما يحبون البرامج او اليوتيوبرية اللي قدموا لهم اشياء ثقافية. يعني اكثر شيء يروحون على شغلات يعني التافه سوري يعني. وحتى الاطفال اكو هواية اطفال يعني بعمر 12 او 13 سنة عندهم يعني قناة على اليوتيوب يقدمون محتوى صراحة مرعب، يعني فشي كلش حلو. يعني انا ذاك اليوم حتى كارتون لصديقتي كانت بتها تباوع كارتون، لما باوعت انصدمت صراحة. يعني حتى أشياء لا يعني ما أقدر أذكرها هسه على الهواء. يعني كارتون تخيلي. زين فلا لازم يكون أكو مراقبة بكل الأحوال، كارتون، يوتيوب، أي شيء لازم يكون أكو يعني. لا ويا شغلة همينة يعني جاي أشوفها على كل الأطفال اللي موجودين من نقعد مكان. هسه أنا جاي أتصفح عادي بالتليفون، فشايف من الصفحين بين الريلز وهاي الأمور اللي هي بيها ميوزك بالتيك توك. فاي ميوزك يطلع، اي اغنيه تطلع، اشوف بنت اختي ترقص على هاي الاغنيه وحافظه الرياكشنات اللي تصير ويا الاغنيه. الموضوع صار فعلا ادمان. اي اغنيه تطلع انت دا تمشين، فهي هالقد ما مدمنه على الموضوع وحافظه كل شيء موجود بالتيك توك، ما بين مفيد وما بين سيء وما بين مضر وما بين خطر، هاي كلها موجوده. صحيح. وطبعا هنا انا همي انا ارجع اقول هاي دور الاهل. يعني الطفل شنو ايش ما ادري انه اكو تيك توك بالدنيا لو ما انا منزله الهي بالجهاز، حتى لو هو دا يلعب بجهازي همينة أنا ممكن يعني أخفي للتطبيق، ولما أنا أريد أنا يعني أفتحها، بس ما أخلي تحت متناول يد الطفل. يعني خصوصاً هسه التيك توك يعني صار فد مرة، يعني إحنا كبار المحتوى هذا يعني يسبب لنا إشمئزاز. لا أكو مكان عام أنت ما تقدرين تفتحين تيك توك فعلاً، يعني محتوى كلام كلش قوي، يعني كلمات كلش قوية، أفعال كلش قوية، يعني للكبار غير مناسبة، فما بالك بالأطفال. فهمينة أرجع أقول إنه هذا لا يرجع دور الأهل. أني حتى لو بنتي تلعب بجهازي أنا لازم أخفي هذا التطبيق اللي أنا ما أريد هي تدخل عليه. مو هي الأطفال أصلاً يعني ما تسمع الكلام، الأطفال تقلد صحيح. الأهل، فإذا الأهل هم 24 ساعة تليفونات والأهل مدمنين على الهواتف والأهل مدمنين على السوشيال ميديا، الطفل 100% راح يكون 100% هو نفس الشيء. بس همي أنا هذا مو مبرر، أنا أرجع أقول لازم يكون أكو مراقبة. يعني مو أجي أقول يلا خلص بعد هو ادمن على التيك توك اعوفه شو اسوي. لا صراحه هذا الشيء كلش خطا. يعني احنا قبل كنا هالكلمات ما نسمعها، حتى لما يعني احنا وكبار هسه تلقين اطفال يرددوها وفره. اي يعني وبيناتهم واحد يقولها للثاني للاسف. احنا بحاجه الى توعيه. صح. اكثر، بحاجه انه نوعي الاهل ونسلط الضوء. صح. على الاهل يتحملون قبل المسؤوليه. هم اصحاب المسؤوليه. صح. اكثر من الطفل. الطفل لا حول ولا قوه ما بيده باي شيء. هو مثل الطفل يمكن لحد عمر 17 سنة، أنا أقول طفل حتى 18 سنة. نعم. زين الطفل هو يعني مثل يعني شيء بيد أهله، هم يعني هي نبتة، أنت شلون ما تزرعيها خلاص هي راح تخضر وتكبر. نعم. فأني إذا نبتي من البداية زرعتها غلط خلاص. أتمنى يعني أنه يصلح الموضوع أكثر إن شاء الله، ويكونون أبنائنا واعين أكثر بطريقة استخدام الإنترنت وطريقة استخدام الهواتف الذكية. احنا نشكرك جدا حبيبتي، نشكر وجودك ويانا لهذا اليوم، أكيد نتمنى لك نهار سعيد حبيبتي. تسلمي، شكرا.